السلام عليكم، محمد أمين، مدير ديال ثانوية الحسين بن علي التأهيلية، المديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي. البارح في العشية مع الستة أثناء خروج الموظفين من مقر العمل والتلاميذ، تهجم تلميذ على أستاذة ضربة بآلة حادة، وقع بها جرح في الضيق الذقن ديالها. المهم عاودوا جابوا الأستاذة المؤسسة لداخل، اتصلنا بالإسعافات الأولية، بالمصالح ديال المديرية، بالأمن ديال الحي المحمدي عين السبع، واستجبوا صراحة بسرعة. تم إيتر نقل الأستاذة إلى المستشفى ديال بن رشد، حيث تم تلقي الإسعافات الأولية، خيطوا الجرح تقريبا 10 ديال الغراز اللي عندها في هذاك الجرح. وهذا كان بني على ان هذاك التلميذ اللي ضرب الاستاذه كان عنده مشكل مع استاذه اخرى ديال التربيه الاسلاميه، هذا هو البيت البديل الاول. ضرب الاستاذه داخل القسم بالمحفظه ديالو، الاستاذه دارت تقرير، طالبت بانعقاد المجلس، عقدنا المجلس، خرجوا الاخوان كلهم بقرار ديال تغيير المؤسسه. اتصلنا بالمدير اللي غيمشي ليها المؤسسه اللي غيمشي ليها، قلنا له خبرناه، رحب بالتلميذ وقال لكم مقبول عندي جيبوه. عطينا الام ديالو شهاده المغادره، خذتها من المؤسسه مد غادي خارجه، تلاقت مع الاستاذه في الطريق ديالها، الاستاذه خارجه مع باقي الزملاء ديالها من قاعه الاساتذه باش يلتحقوا بالاقسام ديالهم. هنا بدات مشادات كلاميه ما بين الام التلميذ والاستاذه هذه اللي وقع لها هذا الحدث. مشات الاستاذه دارت الشكايه بالام ديال التلميذ، هذا الشيء قبل من العطله، فهمتي، وخذات شهاده المغادره داتها للمؤسسه الاخرى، راه مسجلوه الى اخره. ولكن هذا رد الفعل هذا اللي دار في الحقيقه، وكان انتقام لهذيك هذاك الاجراء اللي دار ضده. شو السبب اللي خلاه انه يضربها بهذاك الشكل؟ ها؟ يعني واش زعما قدام الاصدقاء ديالو ولا لا هو كيتسنى؟ لا هو داك الشيء عنده مبيت، لان كان هو اللي كيبقى كيتسنى فيها حتى خرجت من العمل، فهمتي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.